السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله. أهلا بكم ومرحبا مشاهدين الكرام أينما كنتم. سوف نقوم اليوم بتغطية موضوع من الموضوعات الهامة جدا، ولا سيما للأشخاص الذين لديهم مشروعات جديدة كمنتج مثلا أو موقع منتج مادي مثلا أو موقع على الإنترنت أو مدونة أو صفحة على الفيسبوك أو أي محتوى يريدون الترويج له. طبعا هذه الطريقة التي سنقوم بشرحها هي طريقة مجانية، وهي بديلة لطرق الإعلانات الأخرى التي تحتاج مقابل كالإعلان على المواقع والمنتديات وما إلى ذلك. بالطبع لن تكون هذه الطريقة بنفس فعالية الإعلانات المدفوعة، ولكن بطبيعة الحال عندما يبدأ أي شخص في مشروع ما كعمل منتج مثلا أو إنشاء موقع أو مدونة أو الترويج لمقطع فيديو يريد كسب المال منه، لن يكون معه المال الكافي لعمل إعلانات مدفوعة. يستطيع استغلال هذه الطريقة حتى يتمكن من كسب المال ثم يقوم بعمل إعلانات مدفوعة كما يشاء. طبعا ليس من الضروري أن يكون الغرض هو كسب المال فقط، يمكنك أن تنشر أي شيء تريده كأي محتوى تريده أو ما إلى ذلك تريد أن تنشره ويراه كل الناس، يمكنك أن تفعل هذا. طيب، كما ترون من عنوان الفيديو أو كما شاهدتم عنوان الفيديو، سيكون أن هذا الشرح سيكون على جوجل بلس. لماذا جوجل بلس؟ جوجل بلس هو موقع مفتوح تماما، بحيث أن كل الأشخاص المسجلين على الموقع يمكنهم رؤية بعضهم بسهولة، كما توجد به خاصية النشر بشكل عام. هذه الخاصية تتيح أنه أي شخص مسجل على جوجل بلس سوف يرى المحتوى الذي قمت بكتابته، سواء كان إعلان أو أي محتوى تريد نشره. طبعا يوجد خصوصيات، يمكنك منع النشر بشكل عام أو نشر في دوائر معينة، أصدقائك، متابعيك، هكذا. سوف نتعرف على كل هذه التفاصيل وأكثر، ولكن دعونا نبدأ في الشرح. أولا يجب أن يكون لك إيميل في جيميل. الأشخاص الذين لديهم إيميلات في جيميل أو يعرفون هذه الطريقة يمكنهم أن يتخطوا هذه الخطوة. هنا نقوم، طبعا هذه صفحة جوجل، نقوم بالضغط على زر تسجيل الدخول ثم نقوم بالضغط على زر إضافة حساب. هنا طبعا إنشاء حساب، اكتب اسمك الأول مثلا، دعونا نقوم بإزالة هذا. اكتب اسمك الأول مثلا، أنا سأكتب أحمد، عفوا أحمد يوسف. اختيار اسم المستخدم هنا الذي يكون قبل آد جيميل. هنا نكتب أيضا أحمد يوسف. نضغط هنا إنشاء كلمة مرور. هنا هذه ليست هذا الإيميل ليس متوفرا، يقوم بعرض اقتراحات عليك. يمكننا أن نغير هذا هكذا. طيب، نحن سوف نختار هذا أسهلهم أو هذا. إنشاء كلمة مرور، اكتب كلمة المرور الخاصة بك. تاريخ الميلاد، هنا الجنس، حدد الجنس، الهاتف المحمول أو الهاتف الجوال. قم بإدراج رقم هاتفك لأنه ربما يقوم بإرسال رسالة تأكيدية على هاتفك.
هنا مصر. عنوان بريدك الإلكتروني الحالي، أنا سأكتب عنوان بريدي. يمكنك كتابة أي عنوان أو ترك هذا فارغا. هنا لا تقم بتخطي عملية التحقق هذه، اكتب النص الموجود هنا. الموقع هيثم. الخطوة التالية، نعم، اضغط هنا اوافق على بنود خدمة وسياسة خصوصية جوجل. الخطوة التالية انشاء ملف شخصي، نعم، اضغط على انشاء الملف الشخصي. انتظر، يمكنك اضافة صورة ايضا قبل البدء، او يمكنك تغييرها من ملفك الشخصي. اضغط زر البدء هنا، نعم. الآن هذا الإيميل وهذه التنبيهات، هذه إشعارات جوجل بلس تأتيك هنا، هو يقترح عليك بعض الاقتراحات طبعا. هنا في البداية نضغط على مثل ما قلنا في البداية صفحة جوجل، ثم إذا لم يكن هناك مسجل من قبل نقوم بعمل تسجيل دخول. سوف يعرض هذه الصفحة، ثم نضغط على أنت بلس أو بلس أنت. هنا سوف نترك هذا متابعة، نحن سوف نتولى عملية البحث بعد ذلك. يمكنك اختيار من هنا الأشياء التي تريد أن تتابعها. وفي البداية طبعا يمكنك إنشاء إيميل خاص بهذا الموقع أو المنتج أو أي محتوى. يمكنك هنا تفقد هذه الصفحات ومتابعة الأشياء، يعني مثلا أنت تريد نشر صفحة تقنية، إذا قم بمتابعة هؤلاء، عرض الكل مثلا أو هذه الصفحات. هنا عالم التقنية يمكنك متابعة، هنا اضغط على زر متابعة، جوجل كروم متابعة. هذه الصفحات يمكنها أن ترى المنشورات أو تكتب فيها. طبعا الصفحات لا يمكنك أن تكتب فيها المنشورات، يمكنها هي أن ترى منشوراتك، لكن لا يمكنك أن تكتب في الصفحة المنشورات. المنتديات فقط هي التي تكتب فيها منشوراتك، يعني يسمح لك بكتابة المنشورات الخاصة بك سواء إعلان أو أي محتوى على المنتديات، لكن الصفحات لا يسمح لك، فقط يسمح بملاك الصفحة. هنا متابعة مثلا، إضافة للدوائر، حسنا موافق، وكروم أيضا متابعة هكذا، وأندرويد متابعة 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 وهكذا. أو متابعة الكل إذا أردت. هنا نضغط زر الإغلاق، نضغط متابعة. هنا يمكنك كتابة معلومات عنك، جهة العمل، المدرسة التي ذهبت إليها، أين تعيش وما إلى ذلك. وهذه صورة، قم بإضافة صورة إذا رغبت، صورة بروفايل. نضغط اكتمل، نعم. هذه هي شكل صفحتك أو المنشورات التي تظهر عليها. طبعا هنا مشاركة جديدة، لا نريد مشاركة جديدة الآن.
أولا سنقوم بشرح هذه التابس الموجودة هنا في أعلى الصفحة. هنا الجميع، وهذا هو ما نبحث عنه. هنا إذا كتبت أي مشاركة جديدة فجميع من على جوجل بلس سوف يرون هذه المشاركة. طبعا يتم عرضها مثل هذه. لماذا يظهر هذا البوست أو المنشور في بداية صفحة جوجل بلس؟ لعدد الإجراءات. هنا يوجد إجراءات كثيرة عليه، فتقوم جوجل بعرض المنشورات أو البوستات التي يكون عليها إجراءات كثيرة في أعلى الصفحة، وهكذا تباعا. طبعا يوجد أناس نشيطين جدا، حيث سوف تجدهم موجودين بكثرة على الصفحة الأولى لك، التي هي صفحة الجميع. هنا طبعا الأصدقاء، هنا من قمت بإضافتهم كأصدقاء فقط. هنا العائلة طبعا كمن قمت بإضافتهم من عائلتك، المعارف، متابعة. هنا متابعة الصفحات التي قمت بمتابعتها، وهنا نكثر من هذه الصفحات، يعني نكثر من الصفحات التي تتابعها لتعرض لك أشياء يمكنك أن تستغلها في عرض محتواك. يمكنك تغيير التنسيق كما تريد، تنسيق ساحة المشاركات وما إلى ذلك. نحن لن نشرح ولن نتطرق كثيرا في جوجل بلس وطريقة عمله، فهناك شروحات كثيرة لماهية جوجل بلس وطريقة عمله متداول على الإنترنت. نحن نريد استغلاله في نشر إعلانك بطريقة مجانية. طيب، عندي سنبدأ في البداية. أنا سأفتح صفحتي هنا موجودة، وأضغط على الملف، عرض الملف الشخصي لي. مثلا بوست كهذا، افترض، أو دعونا نرى شيئا كنت أعلنت عنه سابقا. هذا مثلا هذا التطبيق أنا قمت بصنعه، تطبيق لمجلة أراجيك، يقوم بعرض المقالات الجديدة. دعونا منه الآن. أي إعلان تضعه، نأخذ هذا مثلا هكذا. الآن أنا سوف أشرح لكم طريقة النشر. بيست مثلا، يمكنك إضافة صور كالتي أضفتها أنا هنا، يعرضها جوجل. من الأشياء التي تميز أن يعرض لك الصور بطريقة جميلة جدا، فأنا لم أرتبها بهذا الشكل، فهي أنا أضيف الصور وهو يرتبها هكذا حسب أحجامها وحسب شكلها وهكذا، فهو يقوم بترتيبها بهذا الشكل. هذه من الأشياء الجميلة التي تميز جوجل بلس. هنا إذا أردنا صور نضيف صور، يمكن هنا إضافة صور من هنا أو أي شيء. طبعا الصورة غير مناسبة للموضوع، ولكن سنضعها للشرح ولن نقوم بنشرها. طبعا يمكنك إضافة صور جديدة أيضا. هذه مثلا أو هذه، ونضغط على الزر تم. هنا أضف صور كما تريد، نضغط على الزر تم. يمكن الضغط على تنظيم هنا أو جعلها هكذا. هو سوف يقوم بعرضها بطريقة منظمة بعد النشر. ثم بعد ذلك هنا سوف نقوم بشرح كل واحدة على حدة. هنا طبعا الدوائر الموسعة، أو دعونا على صفحتي أنا مثلما فعلنا، تقوم بكتابة المنشور أو الإعلان الذي تريد وإضافة الصور كما تريد. سوف نقوم بإعادة نشر هذه المشاركة كما فعلنا هنا. فقط لأريكم هذا. هنا دوائرك، تختار الدوائر التي أنت فيها. دوائرك أي كل الذي كنا نراه هنا،
مثلا هذا، الجميع والأصدقاء والعائلة والمعارف ومتابعة، كل هؤلاء سوف يرون المنشور. طبعا الجميع تكفي، ولكن هو هل يرسلها للأصدقاء خاصة يرونها كإشعار، تأتي عندهم كإشعار أنك نشرت بوست، أو للعائلة والمعارف والمتابعة أو هكذا. ولكن هي إذا تركتها هكذا سوف تقوم، أو هذه ها هنا عام هذه تشمل الجميع، جميع من على جوجل بلس، يمكنك وضعها هي فقط، أو دوائرك إذا كنت تريد مشاركتها مع الأصدقاء أو ما إلى ذلك. الدوائر الموسعة، الدوائر الموسعة هو يقوم ب، يعني مثلا أنت لديك صديق ينشر، يقوم بنشرها عنده، أو ليس نشره عنده، يعني هو يرى المنشور الذي نشرته، أو الإعلان الذي نشرته. صديقك لديه صديق آخر، هو أيضا يرى الإعلان الذي قمت بنشره، وهكذا. أي أصدقاء الأصدقاء وأصدقاء أصدقاء الأصدقاء وهكذا. هنا الأصدقاء طبعا لدي خمس أصدقاء فقط، متابعة هؤلاء الأشخاص الذين أتابعهم أنا، وليس الذين يتابعونني أنا. هنا يمكنك أيضا، هذه المنتديات، هذه منتديات وليست صفحات، فهنا الصفحات أو الدوائر، وهنا المنتديات. وأيضا هذا يميز جوجل بلس، أنك يمكنك أن تنشر على المنتديات الموجودة، المنتدى مفتوح يعني ليس مثل الصفحة، يمكنك أن تنشر عليه في أي وقت. طبعا كن ذكيا، اختر المنتدى المناسب لمحتوى موقعك أو مدونتك أو منتجك، وقم بالإعلان فيه. ثانيا، لا تقوم بوضع موقعك أو رابط لموقعك هكذا بشكل خام ثم تقوم بنشره، لا، قم بوضع صور أو محتوى معين يجذب الزوار، وضعه وقم بنشره تحت اسم الموقع، وضع رابط الموقع مثلا في الأعلى، أو ضع الرابط مثلا من ضمن الإعلان الذي قمت بكتابته. طبعا سامحوني على أي تقصير أو أي أول مرة أقوم بالشرح، سامحوني يعني. طيب هنا مثلا أنت تريد نشر صفحة على الفيسبوك مثلا تهتم بأمور الثقافة، يمكنك نشرها هنا. بعضكم سوف يقولون ننشر صفحات لفيسبوك على جوجل بلس، الجميع لديه فيسبوك، من على جوجل بلس لديهم أكيد فيسبوك، فأنت لم، ويمكنك أيضا إنشاء صفحة على جوجل بلس كالصفحات التي على الفيسبوك بطريقة سهلة جدا، يمكننا أن نتطرق لها في موضوع آخر إذا أردتم. هنا تختار مثلا، سوف نختار طبعا إذا اخترت دوائرك وعام ثم قمت بالنشر هكذا، مثلا أنا سوف أقوم بالتجريب، سوف نختار كل الصفحات والأصدقاء ومتابعة هكذا، ثم نقوم بمشاركة. هذا أيضا من ضمن الأشياء التي تميز جوجل بلس، إرسال رسالة إلكترونية أيضا إلى دوائرك، سوف يقوم برسال رسالة إلكترونية لأي شخص حددته في هذه الدوائر، أي أنه سيقوم بإرسال رسالة بهذا المنشور على جيميل، على الإيميلات الخاصة بهم، وهذا أيضا مما يميز جوجل بلس. سوف نضغط هكذا ثم مشاركة، يقوم بالمشاركة الآن، تمت المشاركة، مساحة المشاركة بهذه الطريقة السهلة. سوف نقوم بتجربة مثلا النشر على منتدى، ولكن في النشر على المنتديات يجب أن تكتب منتدى واحد، أو يجب أن تختار منتدى واحد للمشاركة فيه، يمكنك طبعا كل مرة إضافة منتدى ومشاركة الإعلان فيه، يعني مثلا هكذا، لم نكتب تعليق، نقوم بمشاركتها مرة أخرى إلى مثلا المنتديات. طبعا أنا هذا تطبيق أندرويد، طبعا نبحث على الصفحة، عن الصفحات التي تكون خاصة بأندرويد، وسأعلمكم الآن كيف تبحثون عن المنتديات والصفحات، منتديات عالم الأندرويد والهواتف الذكية مثلا هكذا،
لا يسمح لك بإضافة شيء آخر، طالما أضفت منتدى لا يسمح لك بإضافة شيء آخر. نقوم بالمشاركة، مشاركة، ثم تقوم بتكرار هذه العملية على جميع المنتديات التي أنت مسجل فيها. طبعا لإجراء عملية البحث، هنا دعونا نشرح، هنا لا نريد هذا، إجراء عملية البحث. أنت مثلا نأخذ مثال هذا التطبيق الذي قمنا بالترويج له، مثلا نكتب أندرويد، عفوا اترك هذا، هنا المنتديات لا تقوم باختيار شيء، فقط اضغط بحث. هنا يعرض لك الأشخاص والصفحات المقترحة، يمكنك تجاوز هذا والضغط على المنتديات. يمكنك أيضا رؤية الأشخاص والصفحات الذين يملكون هذا الاسم، ولكن الصفحات لا يمكنك النشر عليها، المنتديات فقط. فيمكنك الضغط هنا مثلا المنتديات، وهنا قبل أن تختار منتدى وتنضم إليه لتروج عن تطبيقك أو تروج عن محتوى أو تروج عن منتج، أي منتج كان، ركز على عدد الأعضاء وعدد المشاركات. هنا يوجد عدد لا بأس به، وهذا عدد أكثر وهذا عدد أكثر، تقريبا يقل كلما نزلت إلى أسفل. هو هكذا، هذا أكبر، يعتبر أكبر منتدى موجود بهذا الاسم أو في هذا الاسم على جوجل بلس. نضغط عليه هكذا، هنا كمان نرى أيضا آخر مشاركة أمس 7:23 صباحا، يعني أن هذا المنتدى فعال، لم يقوموا بإغلاقه أو لم يعني فيه مشاركات منذ مدة قريبة. نقوم بالضغط على الانضمام إلى المنتدى هكذا، عرض المنتدى، أنت الآن موجود في المنتدى، يمكنك المشاركة، يمكنك الاطلاع على عن المشاركات وما إلى ذلك. هنا تضع مشاركتك، وانقر هنا لتحديد فئة. طبعا كل المنتديات أو معظم المنتديات تقسم تنقسم إلى فئات، مثل هنا أعام، ألعاب، تطبيقات وهكذا. انشر إعلانك في الفئة المناسبة أو لا يهم ذلك، فقط اضغط عام. سوف نقوم بالإلغاء. طيب سوف نعود مرة أخرى. هنا أنت لا يشترط أن تذهب إلى كل منتدى للنشر عليه، فقط اكتب ما تريد هنا. أضع هنا نقاط اللصق هكذا. هنا ترونه، هذا هو المنتدى الذي اشتركنا فيه، يعرضه لك هنا في المنتديات كما قلنا سابقا. اضغط عليه هكذا، او اختر ثم اختر الفئة، ضروري ان تختار الفئة، اختارها عام مثلا، واضغط مشاركة. سوف يقوم بمشاركتها على هذا المنتدى، ثم بعد ذلك قم بالنشر على جميع المنتديات التي تريد او التي من ضمن مجالاتها ومن اختصاصاتها الأشياء التي تقوم بالإعلان عنها. طبعا انتقي المنتديات التي تقوم بالانضمام إليها لتقديم إعلان معين. طبعا كما ذكرنا سابقا، بالإضافة إلى أنه يمكنك عمل إعلان هنا ليتم نشره على أو ليتم رؤيته من قبل جميع مشتركي جوجل بلس. هذا، وأود أن تسامحوني على أي تقصير في الشرح. بصراحة أول مرة أقوم بالشرح، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معي.
وإلى لقاء آخر في شروحات أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.